كثر في هذه الايام الصور المجسمة على بعض العمائق، ومنها صورة الاسد من شعار ساعات اوريانت شمال هذا المسجد وغيره، فما حكم ذلك؟ لا يجوز خاصة لا من الحيوانات البهيمية ولا من بني ادم، ولا على البيوت ولا على غير البيوت، الابواب يجب النهي عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدع صورة الا طمستها، ونهى الصور في البيت وعن يصنع ذلك. فلا يجوز ان تعلق الصور على الابواب ولا على النظام، لا مجسمة ولا لا مجسمة. يجب النهي عن هذا، ولا بد ان يبلغ ولاة الامور ان شاء الله، لا بد ان يبلغ ولاة الامور ولا يقع فيه جلاله هذا الشيء، الا ومن تيسر من العلم نسال الله ان يعين الجميع ويسهل الجميع. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين، ويفقههم في الدين، اللهم آمين، ويرزق المسلمين التعاون بالتقوى، اللهم آمين، والتناهي عن المنكر، اللهم آمين. هذا من أسباب التكاسل، الأمور قد تقع بأسباب التكاسل وعدم التناهي عن المنكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.